خلاصة الموضوع بصراحة في قصة الفيروسات وعالم الفيروسات الكتير اللي عمالين نسمع عنه بشكل متزايد على مدار الثلاث أربع سنوات الماضية، المناعة يا جماعة. مناعتك لازم تحافظ عليها، إنك تلعب رياضة، نظام غذائي سليم، كل ده يعني حائط صد بالنسبة لأي شخص ضد أي نوع من أنواع الفيروسات. مش إن أنت ما تتصابش بالفيروس، وارد جدا تتصاب فيه أو بيه، لكن إنه يبقى عندك جهاز مناعي، عندك وزارة دفاع شغالة جوه جسمك تقدر إن هي تقاوم هذه الفيروسات بأنواعها المختلفة، وربنا يا رب يستر على الجميع. طيب هنروح، مش هنبقى كتير عن قطاع الصحة، بس هنروح لشق آخر ليه علاقة بصناعة الدواء. ويمكن حضراتكم ملاحظين إنه على مدار السنوات الماضية مصر مركزة بشكل كبير جدا وبتاخد خطوات جادة جدا في تطوير صناعة الدواء. ولو تفتكروا حضراتكم من حوالي سنة ونص أو سنتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان افتتح مدينة الدواء في الخانكة بمحافظة القليوبية، ومن خلالها السيد الرئيس قال أنه الهدف من مدينة الدواء أن مصر تصبح مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، وتم تزويد هذه المدينة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج وصناعة الدواء عشان تكون بمثابة مركز إقليمي بالفعل، وتكون جاذبة لكبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات. والحقيقة أنه ده يدفعنا إلى أنه نشوف طب إيه تطورات هذا الموضوع، لأنه الموضوع ما وقفش عن مدينة الدواء، لكن هنلاقي كمان أنه خلال الفترة الماضية كان في عدد من الاجتماعات اللي تمت من أو بين الجهات المعنية بهدف تطوير هذه الصناعة وتسهيل وتيسير إجراءات التراخيص. آخرها كان اجتماع منذ أيام قليلة بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ووجه خلاله أنه يتم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة اللي جاية بحضور وزراء بقى كل من الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء ورئيس غرفة صناعة الدواء، بهدف وضع خارطة طريق من خلالها نقدر نوصل لتيسير وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تحفيز هذا القطاع عشان مع تطويره بالشكل المطلوب يبقى إنتاجه للسوق المحلي وكمان للتصدير إلى الأسواق الخارجية. طيب في هذا الشأن هل وضعت الاستراتيجية ولا لأ؟ هل في خطة أصبحت واضحة نقدر نشوفها ولا لأ؟ هل في تحديات أخرى غير موضوع الإجراءات اللي بتسعى دلوقتي الحكومة لتيسيرها وتسهيلها؟ خلونا نعرف هذه التفاصيل من الدكتور محي حافظ عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس الشيوخ. دكتور محي مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. الخير أستاذ رامي، أهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. يعني في ضوء المستهدف بأنه مصر تكون يعني رائدة في صناعة الدواء ومركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، كيف ترى الخطى التي تسير فيها الدولة في هذا الإطار؟ تمام. طبعا بشكر حضرتك على التعقيب المهم في هذا الموضوع، لأنه فعلا ده موضوع يستحق أن احنا فعلا الحقيقة نهتم به شوية. نعم. لأن صناعة الدواء بتعتمد دائما على القيمة المضافة. نعم. يعني الحقيقة طول ما أنت عندك أدوية فيها قيمة مضافة هتقدر تصدر وتقدر أن أنت الحقيقة تنافس في الأسواق العالمية بشكل جيد، وده الحقيقة هينعكس بشكل إيجابي على طبعا العملة الصعبة اللي احنا كلنا بننشد الحقيقة الوصول إلى هدف 100 مليار. نعم. صناعة الدواء في مصر أستاذ رامي صناعة قديمة من سنة 1939، حققنا فيها نجاحات هائلة جدا، عندنا 170 مصنع دواء، بنتكلم على 9 شركات مالتي ناشونال الكبيرة العملاقة اللي هي طبعا التوب 10 في العالم، عندنا 9 مصانع ايضا قطاع عمل عام، والباقي الحقيقه قطاع خاص. بنصدر لقرابه 71 دوله صناعات طبيه بتاعتنا، صناعات طبيه ليس فقط الدواء بل هو ايضا التجميل والمستلزمات الطبيه وكذلك ايضا الادويه. احنا السنه دي الحقيقه الحمد لله انا بتشرف ان وكيل مجلس تصديري للصناعات الطبيه بما فيها الدواء، وانا الحقيقه وكيل المجلس لشؤون الدواء، بتشرف ايضا رئاسه شعبه الادويه في اتحاد الصناعات. نعم. القصه بمنتهى البساطه، احنا تقريبا الحمد لله السنه دي محققين 976 مليار 976 مليون جنيه مليون دولار، يعني قرابه المليار دولار في عام 22. لكن الحقيقه
انه احنا صادراتنا ممكن تتضاعف فوق هذا الرقم بشكل كويس قوي. وحطينا في كده خطه مهمه جدا، الخطه دي بتقول احنا عايزين نوصل لهدف ال 2 مليار في خلال سنتين، يعني نعمل معدل نمو يتجاوز ال 50%. هل ده ممكن؟ ده ممكن جدا، وعندنا خطه لكده. اه طبعا عندنا خطه واضحه جدا لهذا الموضوع. نعم. بزياده الصادرات. وهنا هنيجي مثال مثلا صغير خالص، يعني مثلا الشركات الاجنبيه العملاقه اللي موجوده في مصر، يعني مع الاسف السياسه العامه للمذر كومباني او الشركه الام او الهيد كورتر في الخارج ما بيحبوش يصدروا من مصانع مصر. طيب ليه؟ هي اكتر كتله حول حضرتك. ليه السبب ان هم مش عايزين يصدروا من مصر؟ تمام. اكبر مثلا قاره بتستورد دواء في من القارات المهمه افريقيا، تستورد ب 18 مليار دولار دواء سنوي، السنه دي يمكن توصل 19 مليار. حجم الشركات الاجنبيه العملاقه اللي بتتكلم عليها موجوده في مصر بتاخد منها من نصيب هذا الرقم 60%. طب هل يا ترى بيطلعوا من مصانع مصر؟ لا، مش بيطلعوا من مصانع مصر. عشان بس للاسف الشديد عندنا اشكاليه حقيقه بتقابلنا دايما في الصناعه المصريه، هو تدني سعر بيع بلد المنشا. يعني تدني يا فندم معلش؟ تدني سعر بيع بلد المنشا، يعني يعني مصر الدواء فيها منخفض جدا، بينما لو قارنت مثلا يعني اي دواء لاي شركه عالميه كبيره هتيجي في مصر هتلاقيه مثلا يعني هتيجي مثلا ب 10 جنيه هتلاقيه في اوروبا ب 10 يورو. هتلاقيه في السعوديه ب 10 ريال. نعم. فشوف الفروق، ونفس الاسم لنفس الشركه ونفس المنتج ونفس العلامه التجاريه، يعني مش جينيريك، ات از براند نيم، البراند العالمي المعروف. ومع ذلك حضرتك بتقول انه احد الاسباب هو تدني سعر الدواء في بلد المنشا. يعني لو جينا نقول طب هي مصر بتصدر قليل؟ لا لا لا، بالفوليوم بتصدر حجم ضخم جدا. بس بالفاليو او بالقيمه مع الاسف الشديد ما هواش الرقم اللي احنا بنتطلع اليه. ودي مشكله بتقابل الشركات الاجنبيه. طب انا ليه اصدر من مصنع مصر؟ ليه اسعاره متدنيه؟ طب ما انا اصدر من مصانع اوروبا احسن، او من مصانع الحقيقه امريكا. وانا ما اقدرش اسعر سعر مختلف للدواء اللي بصدره؟ ما اقدرش مع الاسف الشديد، لانه في شرط في التصدير اسمها شهاده حريه التداول. اذا انا لقيت ان حضرتك بتسوق المنتج ده في بلد المنشا ب 10 جنيه، حضرتك ما تعرفش تديني شهاده حريه التداول بقيمه اعلى، والا يبقى ده نوع من انواع الـ يعني الـ يعني الـ يعني ايه المغالطات يعني. فما يمكنش ان حضرتك تقول انا في بلد المنشا بيبيعوا باكس وهديك للتصدير. طبعا هذا الشرط ينطبق على كل الدول؟ لا. هي بعض الدول بس بتتقيد بسعر بيع بلد المنشا ويؤخذ في الاعتبار اثناء التسعير، لكن في دول زي في دول الخليج على سبيل المثال الحصر، وعلى فكره ده سوق كبير جدا، سوق الخليج طبعا من الاسواق المهمه لينا يعني. السعوديه شويه الى حد ما من اكبر الدول اللي تتقيد كثيرا بسعر بيع بلد المنشا. طب الكلام ده بينعكس ازاي الحقيقه على الصوره؟ تجد سيادتك مثلا دوله شقيقه زي دوله الاردن الشقيقه، دوله محترمه وجميله، صناعه الدواء فيها ناشئه منذ اخر ثمانينات القرن الماضي، بتصدر ب 2.5 مليار او داخله يمكن في 3 مليار دولار. بس الحقيقه هذا التصدير مع الاسف الشديد لو قارناه بالوحدات المصدره هنلاقي ان احنا بنصدر تقريبا اضعاف هذه الارقام، اضعاف. يعني احنا بنصدر اضعاف الكميه لكن أضعاف القيمه اقل. الكميه ولكن هذا الكلام. وعشان كده المغالطات يقول لك ازاي انت الاردن بتصدر اكتر منك وحاجات كده. طب معلش، ما هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الاردن بتصدر بقيمه اعلى من القيمه اللي انا بصدر بيها، القيمه كلام الماليه؟ كلام رائع جدا. الاردن مصانعها فيها قرابه 27 او 29 مصنع دواء. مصانع الدواء في الاردن اصلا معموله بغرض التصدير. ايه ده؟ يعني مصانع الدواء في الاردن ما بتغطيش احتياجات السوق المحلي؟ الاجابه نعم. الاردن بتغطي فقط من احتياجات السوق المحلي 60%. وبتستورد 40%. طب المفاجاه بقى يا فندم، بتستورد 40% منين؟ من مصر. كويس. شوف لا، الموضوع اكبر مما كنت متصور الحقيقه، فيبدو ان التحدي مش بس تيسير الاجراءات التراخيص. لا مش خالص. يعني طيب. طبعا كلمه تيسير ده شيء طبعا جميل، مهم طبعا جداً. اكيد. لكن مش ده التحدي الوحيد. ما عندنا ضوابط بتحكم الصناعه بتاعتنا، ما اقدرش ان انا ييسر في الضوابط العالميه. انا محكوم بالاف دي اي العالميه، محكوم بالدبليو اتش او، محكوم بقواعد اصلا ترخيص ما يمكنش التغاضي عنها. ولكن التسهيل
زي ما اتفقنا في ايجاد الحلول مهم. اللي تديها. هل احنا ما عندناش حلول؟ لا عندنا حلول. احنا محددين التحديات دي يا استاذ رامي في 21 نقطه او 23 نقطه كويس، وحطينا كمان الحلول بتاعتها هايل، وحطينا على نفسنا التعهد انها نحلها، بس الحقيقه لسه شويه يعني ايه، لا ما احنا مش عايزين يبقى لسه شويه بقى، مش قوي، مش عايزين يبقى لسه شويه يا دكتور محي. واضح ان الملف كله بتفاصيله موجود مع حضرتك، فيعني اتشرف بقى بان احنا يبقى لينا لقاء قريبا جدا نشوف ال 21 تحدي وايه التوصيات والحلول ليها باذن الله. نتشرف، شرف لينا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محي حافظ، رئيس شعبه الادويه باتحاد الصناعات وعضو مجلس الشيوخ.